بلدية وجانة برج بوعريج عجبتني فيها واحد اللقطة هايلا. هذا رئيس البلدية لطفي دداش دد قال لك بعض الصور من احتفالية إحياء للذكرى 153 لاندلاع مقاومة المقراني في 15 مارس المقراني الشيخ المقراني داروا له احتفالية في بلدية وجانا مسقط راسه في برج بوعريج اوكي هذا هو سي رئيس البلدية الله يبارك شباب وشاب صغير يكون في الربعين هذا بالك عنده قربعين ولا اقل من الربعين وشاب الحمد لله يعني آه نفرح كي الشباب كما هكذا في البلديه الحمد لله هذه لافيش تاع احياء الذكرى 153 لاندلاع مقاومه الحاج محمد المقراني من بلديه مجانه المقاومه بدات من بلديه مجانا ولايه برج بوعرليش الامور لحد الان هانية رانا بيان رئيس بلدية شاب من مواليد الثمانينات أو نهاية السبعينات في عمر 40 سنة ما يفوتش 40 سنة من وجهه ما يفوتش 40 سنة الله يبارك إنسان يكون مثقف أكيد واعي وعنده طموح وحب يخدم بلدية ودير الزردة وكذا حاجة مليحة هايلة يحتفلوا بذكرى الشيخ المقراني 153 سنة الحمد لله. نحتفل ونذكر رموز المقاومة. ورموز الدولة الجزائرية. الشيخ المقراني رمز من رموز تاريخ الجزائر. رمز من رموز المقاومة الشعبية الباسلة. أمور لحد الآن هائلة. واش ما عجبكش بنزديرة؟ ها يا سيدي نشوفوا وش ما عجبكش بنزديرة. أوكي. رئيس البلدية يلقي خطاب واللي مسميه شني صورة تبون، إيه صورة تبون ايه واش راه قاعدة في في الصحراء القاحلة هنا، إيه وش بها صورة تبون؟ صورة تبون فيها برنوس، إي تكريم الرئيس ببرنوس، أيوا زيد شو شنو الصورة الثانية؟ وهذا ثاني ما شعب شكون هو جاي ثاني وصورة الرئيس تبون بالبرنوس، وهنا جاي الشيخ مسكين جايبينو ثاني يهدر وجايبين صورة البرنوس. وما جابولوش عودة كربوه بعودة عطوا الصوره تاع تبون عود له برز بروس يا ربي خلينا كنا درك شاب وجاي للدنيا ورئيس بلديه انتو تحتفلوا بالمقراني المقراني الشيخ المقراني 153 سنه ذكرى الشيخ المقراني اوكي متفاهمين متفاهمين صورة الرئيس تبون في الصحراء في الخلاء في البطحة كما قال فيلم البطحة والبراني والدخلاني والخرجاني في البطحة في الصحراء في الخلاء جايب صورة تبون شكون قالك جيب ربها الوالي قال جيب قسام صورة تبون تبون فرض عليك علي قال لك جيب صورة بصورتي حطوها تكفر واحد في رمضان الشيتا والطحين والرخص واش دخل رب تبون رئيس الجمهورية في البطحة واش دخل قسامه في البقراني وليد خالته المقراني وليد عمته ونسيبه واش دخلوا شيتة فوق الزوم يا طحاحنا يا مرخص يا كلاب اللي ما تسواوش بصله في رمضان يكفر على يديكم الحلوف نحلوه بالحلوف واش دخل صوره تبون في الشيخ المقراني رئيس الجمهوريه رمز الدوله ريت مرمد فيه في السوق يا طحان وعليه تمنمد فيه في البطحه جايب صورة تبون ودينو بارنوس برنوس وزيد عود وتجيب له كاش 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 وكريف وتجيب له خرو علاه؟ علاش هذا الرخص والطحين وعلاش هذا المذله؟ علاش؟ طلب منك تبون قالك حط صورتي شرط عليك عندنا شرط يقولك في اي احتفال لازم تحط صورة تبون ما كانش لا يوجد قانون لا يوجد لا ماده في الدستور ولا في القانون ولا في في المنطق ما كانش. صورة رئيس الجمهورية توضع في قاعة اجتماعات في مكتب رئيس البلدية في مكاتب يعني رسمية للدولة اوكي العلم الجزائري وصورة رئيس الجمهورية اللي هو رمز الدولة اوكي تدخل مكتب رئيس البلدية تلقى صورة رئيس الجمهورية في خلف مكتب رئيس البلدية اوكي منطقي هذا يعني ما قلناش لا لا صورة رئيس البلدية في قاعة اجتماعات في قاعة حفلات معليش مقبولة ما قلناش لا لا ولكن صورة رئيس الجمهورية رافدين قسامها من قاعة البلدية وجايبين هذا البطحة الصوق القبار والوسخ والمطر وكذا كذا وحاطين صورة الرئيس هذه إهانة لرمز الدولة إهانة وليس تكريم هذه يسموه إهانة مغلفة بالشيطة والطحين والرخص وخبزة منتنا باش يرضى عليك شيف دايرة ويرضى عليك الوالي ويرضى عليك الوزير ويرضى عليك تبون تجيب صورته وتمرمدها في الشارع الله يذلكم الله يذلكم ويذل تاع تعدين جدكم الحلوب بالحلوف ها نعاودوا نشوفوا هذه يرحم باباك هذه صورة تبون البرنوس وجايبينه البرنوس المشكلة ها وين <applause> برد تبون وشني ممشنة. البرد عدكم انتم راه البرد كتلو البرد حتى نهار... هذا رئيس البلدية اللي قلنا شاب وكذا كذا حاط لي علم منه وصوره تبون منه بالبرنوس علاه علاش هذا الطحين علاش تحطوا في م... روحكم في مواقف الواحد يبدا يرخص فيكم ويبدا يجلف فيكم بالصوت بالصوت يجلد فيكم يا طاح يا مرخص اللي ما بصله عليه خلي تبون رئيس الجمهوريه في بلاستو في مكتب محطوط اوكي رمز الدوله هو المقراني اللي راكم تحتفلوا به اوكي حط صوره المقراني لافيش هذه تاع المقراني لو كان حطيت هذه الصوره والراهي هذه الصوره لو كان حطيتوها لا مش هذه هذه هذا لافيش لو كان حطيتوها هي لافيش تحطوها اوكي عندها رمزيه قال اوكي نحتفل ب الذكرى 153 ل آه مقاومه الشيخ المقراني نحطو الصوره تاع المقراني مقبوله قال اوكي صح تحط صورة تبون مش علاقتها بالموضوع ما علاقتها بالموضوع <applause> آه يا ربي يعطينا الصبر يا ربي يا ربي